لغة جديدة اقتحمت عالم التواصل الاجتماعي لتصبح لغة عالمية جديدة لا تدرس ولا تنطق. وحول هذا الموضوع أطلق مستخدم تويتر حول العالم هاشتاغات عديدة، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للإيموجي أو الصور الرمزية أو التعبيرية، وهو 17 من يوليو من كل عام، والذي احتفل فيه للمرة الأولى في عام 2014، والتي أصبحت اللغة المستخدمة في كتابة الرسائل الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يستغلها البعض للتعبير عن المشاعر والكلمات وغيرها عند التواصل مع الآخرين. المستخدمون تبادلوا معلومات عديدة حول بداية ظهور الإيموجي، مؤكدين أن الرموز منتشرة كثيرا بين المستخدمين، مشاركين بعضهم البعض أهم الرموز التعبيرية المفضلة لديهم.